في عيونه بريق العز ويشع منه ضياء النجاح والانتصار. الجريح البطل محمد مجر ابن مدينة السلمية تحدى الإصابة التي تسببت له عزا كليا بالإرادة في سبيل رفع الوطن بالعلم، فسجل الانتصار مرتين في ميدان المعارك وميدان العلم من خلال تحصيله العلمي للشهادة الإعدادية ليكمل تحضيره للشهادة الثانوية. يعني أنا وقت تصاوبت أنه ما خليت حياتي توقف عند منطقة، أنه خلص أنا خلص أنه تصاوبت ما لازم يشتغل شيء. حبيت تابع دراستي والحمد لله أخذت شهادة التعليم الأساسي بالتفوق، وهلأ أنا بحضر للتعليم الثانوي بالبكالوريا وإن شاء الله مكملين أكثر. أول شيء أنا بشكر سيادة الرئيس والسيدة الأولى اللي قدمت لنا مشروع جريح وطن. مشروع جريح وطن كان مسيرتنا من أول مثل ما نقول جرحانة، يعني هي علق بيقدم لنا كأدوية كدراسة، مثلا هو الأساتذة هو النقل هو المركز اللي عم نقدم فيه لجنة الكتاب، والحمد لله لجنة مشروع جريح وطن ما قصروا معنا من الأول. احتضنه مشروع جريح وطن الذي ساعده على هزيمة اليأس والإصابة بالعلم وتأمين كل ما يلزم من مستلزمات دراسية ونقل ليكمل مسيرة علمه. رسالة لكل جريح يعني أنه ما يوقف عند مكان، خلص خسر جسمه وعنده عقله يطلع على حواله، أنه ما يفكر أنه هو لحاله مشان يهون على أهله، بالعكس خلص يكمل حياته مثل ما كان قبل. مانا الحركة هي كل شيء، هي الإرادة أهم شيء. لا مستحيل مع الإصرار والتحدي، فالإرادة تغير وجه الحياة وتحول المستحيل إلى ممكن، كما حول الجريح محمد حيدر الإصابة إلى وسام شرف وإنجاز. محي الدين فهد للإخبارية السورية، محافظة حماة.